مساء الخير متابعي قناة شوف تي في. فهد المباشر من قلب منزل عادل الميلودي الفنان القدير. اليوم جينا عنده، اليوم غندير معاه واحد السهرة وغادي نشوفوا الجديد ديالو يعني في عدة قضايا. سي عادل مرحبا بك في قناة شوف تي في. مرحبا. نشدو الميكرو ولا تبقى شدو؟ بس نهضر في خاطري. مرحبا مرحبا بشوف تي في، شوف تي في راه ديال الدار ديالها مع داكشي كلشي ديال الله. مرحبا السي جواد امر، ما عنديش الله يعطيك الصحه. تي القضيه ديالك اليومي يعني عادي سهلات القضيه الحمد لله ام بيك ام هضرنا على بالنسبه للقضيه ديالي. انا النهار الاول قلت العربي ان القضيه فيشينغ، يعني القضيه ماشي شي حاجه وما فاتش حاجه. قلت لهم بان يعني العناوين ديال شحال هادي، قلت لهم راه اللي كي راه هذاك الدري راه ما عنده حتى علاقه بهادشي هذا، والدري اللي المهم داكشي كامل. قال لك اسيدي ديروا لا دي ان، قلنا لهم مرحبا ونديروا لا دي ان ومعززين المكرمين، المهم كلشي يبقى على خاطره. انا في الاول ما كنتش بغيت ندير لا دي ان غير باش يفهموا هاد القضيه، لانني انا ما بغيتش ديك السيده اللي هي الكبيره، ما بغيتش يعني نفرشها ونخرجها بزاف ديال الحوايج. دابا المشكل الراي العام اللي طالع لي الدم هو ماشي الراي العام، انا كنرجع ايما الراي العام، الراي العام كيهضر بالصراحه ومنهم عادات كانوا مشاو غالطين وطلبوا مني المسامحه وقالوا لك هادي حنا غلطنا فيك سمع علينا هذوك خوت. غادي نقول لك على انت سمعتي في ولدك، انت درتي، انت فعلتي، انت تركتي بزاف ديال الهضره، وفي الاخر رزقت انا اللي رابح في هذه اللافير كامله. يعني الانسان حتى هذوك اللي كانوا كيهضروا بالاسم ديال داك السيد اللي هو كيقول لهم انا ولد هادي ولد الميلودي، دوك الناس يعني شنقول لك منهم بزاف ديال اليوتيوبرز اللي منهم بزاف مشاو للحبس، فهمتيني، منهم بزاف مشاو للحبس وبزاف عليه وقال هو باقي ما لقاش با المصيبه كحلا. يعني انا هاد الناس اللي كانوا متبعين السيد هذا على الاقل كنهز غير تليفون يقول لهم خوتي الله يرحم الوالدين سمحوا لي وقفتوا معايا، وما قال حتى شي واحد. بالعكس انا دوك الناس والله العظيم اللي وقفوا معايا والله لا بقاو فيا بالله، بغاو مساكين يعرفوا الحق، من حقهم بغاو يديروا بزاف ديال الحوايج، يعني بان لهم السيد مظلوم، بان لهم بزاف ديال الحوايج، ولكن كما كنقولوا مع الاقل تحدى شي واحد فيهم. وانا كنقول لهم على المباشر شي واحد فيهم يقول انا السيد الاخر هز التليفون وقال لنا سمع الله يرحم بكم وقفوا معنا، اللي وقفوا معنا في المحكمه، اللي جاو عندهم الدوري، هذاك الشهود اللي شهدوا ضدي حتى هما، يعني كلشي تورق كلشي بان، هو ما هزش التليفون وقال لهم ودي راه اللي كاين ما قال لهم حتى شي حاجه. هذا فهمتيني. دابا المشكل ما بقاش عنده حضور، ما كاينش، لان الحمد لله كلشي تفرش كلشي بان، فهمتيني. خرج بالنتيجه مزيانه، الهضره ديالي اللي قلت شحال هذه هي اللي كاينه، والحمد لله بطل قومي بكل معنى الكلمه. هو غير ان حكموا عليه، قالوا لي راه حكموا لا بلا دي ان، وسيد انا بمثابه فوز، راه اقسم بالله وكون ربح هو هذه القضيه هذه ما كانش عاد يسكت الى يومنا هذا. وهذو الاتباع فهمتيني، ذوك الزغراتات اللي ديال اللي كيتباعوا هما قل ان ما سكتوش فهمتيني. ولكن ملي جابوا القضيه هذه الاربع القضيه بغاو يضمصوا بحال ما كاين والو. ولكن كما كنقول لهم انا راني كنسامح بصح ولكن راه ما كننساش، لاننا انا غادي نرجع، لان انا باغي البارتي بربط الاعتبار ديالي. انا خصني فهمتيني هذيك السيده ولا هذاك السيد، عرف شكون هو، انا باقي كنقولها وباقي غن، واخا هما كيسحب لهم انا نسيت، راني ما نسيتش، انا سامح، راني مسامح لهم انا، ما انا الله يسامح دنيا واخره، ولكن بغيت نعرف شكون هو من حقي تعالى. انا ما كنعرفش شكون هو با، انا ماشي شي حاجه. والسيده اللي هما كيحترموها وكيديروا فهمتيني وكيقولوا هكا وانا ظالمها وانا بير لي وانا فعل لي، وهي خصها تخرج يعني تقول لهم شنو واقع. هي ما دارت حتى شي حاجه، جمعات دقا كما سيدي باقا كطيب مع راسها، راهي خدامه كطيب، انا ما عرفت داك الشيء كطيب، المهم شغل هذاك، ولكن هي خصها تخرج تعتذر كيما شي يقولوا اللي بغاو شغلهم هذاك، ولكن انا بغيت نعرف داك السيد شكون هو ومن حقي. سعدي نسولك على يعني اللقاح. مرحبا. اللقاح انا راه سيدنا بدا يدير راه خصك كلشي لقاح. اللقاح شوف غير واحد القضيه، كاين بزاف ديال الناس اللي مخلوعين من اللقاح، شكون اللي خلعهم من اللقاح؟
شكون اللي خلاهم اليوات تمرن؟ احنا غنديروا لا بلاتي، لا زيدوا 5 ايام، لا زيدوا 12 يوم، زيدوا بلاتي. الحجر الصحي بنادم لا كيخاف، يقول او دابا هذا غيعطينا اللقاح بالعاني، كيقول لك جوا كلب كيتبعك، كيجوعونا باش هكا، باش منين نديروا، باش حنا نموتوا، باش حنا يوقع علينا، باش حنا ولينا. كاين اللي كيقول لك راه جي بي اس تكون داخله فيك الداخل. المهم افكار بقى. انا بالنسبه ليا هي عاديه، فهمتيني؟ راه صافي. حنا شوف، حنا الحمد لله عندنا سيدنا راه دار بسيط قدام العالم، قدام المغاربه. علاش غيكذب عليهم؟ كيقول لك لا شوكه خاوه، هو يدور شوكه خاوه يجيب لك زعما انت شكون غادي السيد غادي هكا ويهرك سيف ويدير لهم بحال هكا. لا زعما صافي غيقول الملك ضرب البنا بلا ما يشوفوا حتى والو. قال لكم زعما راه يعني راه باش عرفوا الملك اول الشعب، فهمت؟ يعني الملك اول الشعب. يعني كيفاش هاد السيد هذا داير هادشي كامل باش وفابور مصيبه؟ هو اللقاح ما غتخلصش درهم، فابور. ما كاينه حتى دوله في العالم اللقاح فابور، كاينه في المغرب ومرحبا. اذا نوضوا لقحوا كل شيء ديال الله، ما عندناش كرا ندير. نشوف حنا كنعرفوا اللي دار سيدنا، راه شحال هذه كان كان كيذبح سيدنا، كنا كنذبحوا من المورا. صافي السيد دار البره وديروا اللي بالي بغيتهم، اللي ما بغاش يديروا شغلوا هذاك. انا ما المهم انا اللي عليا انا غادي نديرها. بالنسبه لواحد الاغنيه كان خرج بالمير بواحد صريح على حسب يعني الاغنيه ديال الغربال، هذيك الاغنيه ديال الغربال، الاغنيه ديال الغربال بالنسبه سمعتيها؟ لا سمعتها، اغنيه زوينه في المستوى داكشي. هو هذاك الفين ديالك هذيك، واخا هو قال لك انا ما سمعتش داكشي ديالها. هنا ماشي مشكل، انا غنهضرو، ماشي على ما سمعنيش، انا غنهضرو حيت هو ماشي كاذب، فهمتي؟ كون كان هو كهوش هو غير شرا الديسك، هو مسكين ما له والو، هو جا غنى هادشي اللي دار هو، ما كاتب ما ملحن ما والو، جا لقى الديسك من الحال ما كانش بدو غنى بزاف، غنى زوين غنى بطريقة اللي يستاهل. الله عمر هضر، ما انا ما عنديش علاش غنلوم المرا. انا هذاك اللي خدم فيك اللي كتب الاغنية والحن عليه، هذاك هو اللي يعني على الاقل يكون واخد الفكرة من عند هادي. حتى انا ما بغاش يقول ما عنديش غرام ديال المشكل، هذا هو الواقع. اما بالنسبه للمين مسكين راه كعرف راه مغني ديال الله، راه هو عزيز علينا وخونا والموت عليه هذا هو. اما باش غادي يقول لك بانني انا الدالي، انا بالعكس، انا الفكره ديالي الكلمه بجي نغرب في الرجال، كلمه ديال عادي بجي نغرب في الرجال، القافيه ديال الغربان وقال لك جيت نغرب في الرجال وطاحوا صحابي ولا مرضي بحال هكا. المهم بحال هكا، المهم جيت نغرب في الرجال، هذا هو غير هو القافي ديال صحابه. هو دار غير في غد البرس الرجال دار صحاب صافي، هذا الشيء اللي كاين. ماشي هو ذاك اللي كسب، اما هو مسكين هكا كيغني وغنى زوين. انا من المرة كنقول لي راه كان ديزي زوين وديسك في المستوى وكاين، حتى هو الدري الله يعمرها دار هو راه فنان ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمناو ليه يكون طوب. يعني نسولك على الحاله الصحيه ديالكم، يعني كي دايره يعني من بعد ما درتي هذيك العمليه؟ لا دابا الحمد لله لا بخير وعلى خير، باقي عادل هو عادل، باقي لونطريمون بخير دابا الحمد لله. يعني تمجدنا شويه في لونطريمون دابا ولينا زايدين شويه، داك الشيء كلشي مزيان. هو هذاك ما بقيناش كنكميو كما كتعرفوا، داك الشيء اللي وراء العيشه وداك الشيء كامل راه ما بقاش نافع. هذا هو المشكل ديال كان شحال هذه، فهمتي؟ انا ما كنتش كنصحى هذا هو الواقع نيشان. انما دابا جاب الله النصيب دابا، وكنطلب زعما الناس الله يعفو على اي واحد، واللي هذا اللي ينبلي الله يعفو عليه. ما راه كل واحد كيعرف شنو كيدير في الصحه ديالو، لان الصحه مهمه. انا كنقول لخوتي المغاربه والفاز الواعرين اللي كنحبهم وكنموت عليهم اللي كنحسبهم من العائله ديالي، لانهم هما اللي لقيت اللي كنت انا في 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 في, في الكلينيك. يعني كتلقى بزاف ديال العائله وجمهور كبير، دوك الجمهور كنقولها لك ونعاود نقولها، الجمهور الحبيب العائله الجميله كانوا تيقولوا لي عادل تهلا في الصحيحه عادل، ها انتم كتشوفوا عادل. اذا هو عادل النهار الحمد لله، زيان وغلاظ وداك الشيء ديال الله، وغادي بخير وعلى خير، وما كاينش جرام ديال المشكل، كل شيء ديال الله. بالنسبه اللي عندك كاين شي جديد اسي عادل؟ جديد عادل الميلودي، جديد عادل الميلودي اللي غادي نقول لكم واحد، يعني لحت في في في, في, في القناه، واحد القناه ديالي ديال الفيسبوك، بان عندي الجديد العنوان ديالو ديال سميتو ملك مخلوع، ديال ملك مخلوع. وعندي اغنيه ديال ولد الفقير، يعني اغنيه ديال ولد الفقير، هذه اغنيه بالوتار، فهمتيني؟ ولد الفقير يعني كتقول لي الفكره ديال ولد الفقير، باش غير باش يعني حنا الحمد لله حنا قدام الله كلشي فقير، حنا كاع فقراء، حنا فقراء قدام الله. ولد الفقير يعني اي حاجه دارها انت كتحسب عليه،
يعني دار زوين كتحسب عليه، دار خايب كتحسب عليه. هذا ولد الفقير، اما هو الكرار الولد الغني هذاك اللي دارها ما 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 محسوباش عليه، المهم ديالو فهمتيني. هذا هو يعني الفكره بحال هكا، يعني اش غادي نقول لك، كتقول ليه فهاد ديال الولد الفقير، كتقول زعما ما ما تجمعش مع الناس في الفكره ديال، يعني كتقول لي كتقول لي يعني ما تجمعش مع الناس، ما تجمع ما شوف يعني ما دير مجالس، ما يعني ما تجمعش مع الناس الفكره، وانا ما تجمعش مع حتى واحد، ديها في راسك، لان اللي كتقول لك الحبيب حبيب اللي الله يعمرها دار كان كاع سم وقاتل. هذا هو الفكره ديال هذا، يعني دول الفقير هذا ثاني من الجديد. وكاين الجديد ديال الرحه، الرحه هذا باقي اول مره غيتسمع، اول مره هذا الرحه، الرحه ديال الرحه، الرحه ديال الرحه، هذيك الاغنيه ديال الرحه، يعني الرحه كتعطي بها المعنى ديال الناس، يعني الرحه ملي كتقول دور ودور، يعني دور ودور راه كاينه شي حاجه، يعني ديك اللي كدور كتخرج الزوين من الخايب، كتخرج حاجه زوينه وكتخلي الحاجه الخايبه، كتعطي فكره يعني على الرحه، وفي نفس الوقت راه كتهضر على الناس، يعني الرحاء يعني شوف شنو كيدير، يعني كاين هذا وكاين، المهم راه على حسب الفكره. وكاين الاخر اغنيه صوتها ديال البارح بالليل اللي هي ديال الموفيطا، الموفيطا والقنطا، الموفيطا والقنطا، يعني هادو اغاني، المهم هادو كاملين بجميع السيلات، بالقيطار كاين، بالوتار كاين، يعني بالستيل الشبابي اللي هي ديال الله على راحه، لقيت راحتي الصراحة، حبك ما بقى يعنيني، والقلب ما بقاش بغاك، إن شاء الله هو أول ما غادي يكون خارج في الأسبوع الجاي إن شاء الله. هذا الألبوم هذا؟ ها؟ الألبوم صايب شي الألبوم. آه عندي ألبوم، هذا ألبوم كان غنخرج ديسك بديسك، عرفتي كامل، وألبوم مفرغ فيه لوتار، فيه الجيتار، فيه البانجو، فيه السيل ديال ديال فلامينغو، فيه يعني فيه منوع. طريقة والشعبية، وثاني عندي عاوتاني مع تركتو شي خمايا. ان شاء الله الرحمن الرحيم، العنوان ديال المعلمه، المعلمه ثاني راه حالك مصايبه، اغنيه خطيره ديال حسابي. هاد كدير ليها كليب؟ ها كدير ليها كليب؟ اه ضروري، هذا كليب خطير، كليب داكشي يكون في المستوى، ماشي كليب ديال، كاين الاغاني اللي كتصنت لي عادي، لان انا كتبان لي الاغنيه غير لشي ناس، لان عندي محبين، كاين شي ناس كتغني شي اغنيه بحال ديال الطرات ما كيعجبهمش، كتغني للموتار ما كيعجبهمش، كيعجبهم شي واحد النوع معين، كاين اللي عزيز عليه لوطار كنعطيه لوطار، كاين اللي عزيز عليه الاغنيه الشعب، يعني الحمد لله من جميع السيلات ناجحين، الحمد لله الحمد لله. بالنسبه ل هضرنا على اللقاح، هضرنا على الجديد ديالك، هضرنا على شنو درتي مع امنيه، يعني امنيه، يعني امنيه بنتي، امنيه راه انا جالسه في الدويره ديالي تحت معززه مكرمه، راه عايشه الحياه السعيده الحمد لله. ملي كتشوفها ضاحكه هذا والو، عامي كتكون الضاحكه هي راه الحمد لله، الدار كلها ضاحكه، كلشي ضاحك، كلشي ما عندهاش غير المشكل، هذا هو الواقع، وعايشه مع البنيه ديالي، فهمتيني. اللي بغيت نشوف هذوك الناس اللي كانوا كيهضروا بزاف، كيسبوا هاد الامنيه وعيروا، فينا هما؟ وريوني غير فينا هما، كانوا كومونتيرات والهضره والهضر في عباد الله والنميمه، شوف حالهم كيفاش ولاو. لان الله سبحانه وتعالى ما كيخلي حتى شي واحد، اي واحد ظالم ما كيزبلوش سيدي ربي. خصو يعرفوا هاد الناس هادو، لان انا ما درتش شي حاجه اللي ان بنادم يسبني ويعاني، علاش غيسبني ويعاني وانا ما ندير والو؟ انسان ظلم مطلوب انت تسبو، شكون؟ ربي ما كيبغيش الظلم، الحق مول الحق ما كيبغيش الظلم، كيفاش انت غادي تنوض وغتسبني وغتعاني وانا ما ندير والو وما داير ليه والو؟ كيقول لا هادشي كامل حيت شحال ديك كنعيرهم في كومونتيرات، علاش كنعيرهم؟ يعني دابا شي وحدين كيقولوا، دابا نتصور دابا شي وحدين كينوضوا كيبداو يسبوا ويعيروا في اليوتيوب، كيقول لك صافي راه عادل كان كيعير وما قالوا ليه والو، كيسحبوا لي راه كيسحب لهم راه عادل كان كيعير في الوزاره ولا ما عرفتش فين كان كيعير. انا كنت كنهضر، نتحدى شي نهار، عطيني شي نهار شي فيديو شي 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 لايف عيال شي وزير، بالعكس الناس اش غنعيرهم، الناس عندهم مناصب والله يخلي لهم وليداتهم الله يحمرها دار. انا كنهضر بلسان المغرب، حنا هادي ما عجباناش، انا مواطن، انا مواطن وبغيت البلاد ديالي تكون مزيانه، راه انا واحد الانسان من دوك الناس اللي رشحنا داك المرشح، اذا داك السيد اللي هو في البرلمان ولا هو وزير كما بغى يكون النوع ديالو، خصو يقوم بالبلاد. هادشي اللي قلنا له ما قلناش له شي حاجه اكثر من هادشي هذا، وما عمري ما عرفت، نتحدى شي واحد يقول لك لا راه عرفتي فلان، ما عمري ما عرفت شي واحد، انا العاير هذاك اللي في كومونتير، انا اللي راه كنقول له راه اللي كعاير لي امك انا عاير لي امو، اللي عاير لي اختي انا عاير لي اختو، عاير لي مرتي انا عاير لي مرتو،
كما ارمي انا نعيرو ما عنديش غير دوكا نقولو كنعاود نقولو باقي كنديرها راه باقي الان راه غير في كومونتير زعما بدا يسبني غنسب يكون على يقين فهمتيني ولكن ما يسبنيش ما عنديش علاش غادي نسب اما بالنسبه لهذوك الناس اللي انا عندي دابا المصيبه في الاخر اللي استنتج هو الناس هذو اللي كنتسب انا وياهم هما اللي قالوا لي على ديك بوكو خويا هادي وراه داروا لينا وعلى كنت كنهضر بالانسان ديالهم زعما كيسحبني هما راه مظلومين ولكن هما راهم ظالمين هذا هو الواقع لان الانسان فاش يبقى يقول خوتي المغاربه حنا خوتي المغاربه كما كنعرفهم خوتنا المغاربه راه ماشي سعايا خوتنا المغاربه راه ماشي بكايه خوتنا المغاربه راه عارفين اشنو كيديروا الرجوله من الطفوله الحمد لله عارفين راسهم شي خدامين على راسهم ما عندهمش غرام ديال المشكل مع ما كتوحل كتوحل مع داك اللي ما خدامش دائما كيتسنى شكون اللي يعطيه من دارهم انت راك عارف هذاك الناس ما عمرك ما تلقى معاهم شي حاجه زوينه تلقى معاهم دائما على الكسيد فهمتيني هذا هو الواقع اذا هذوك الناس وهما اولا واخيرا هما اللي معمرين المواقع فهمتيني اما الواقع ما كيعمروش الواقع ما هو في الواقع ما خدامين ما خدامين هذا هو الواقع في المواقع اللي هما هم الاولين كيسبوا هما الاولين عندهم هما اللي كيقول لك هنا واش كيعجبوك كيسالوا معاك وحنا فلوس الشعب في مشاكل انت شنو كنت كدير عمرك حياتك خدمتي باش كتهضر على فلوس يداو لينا فلوسنا الاخرين شكون هذا اللي يدي لك فلوسك انت شنو عندك ما خدام ما ردام كتسنى شكون اللي يعطيك شنو عندك وكتهضر انا اللي غيهضر اللي عنده الحق يهضر هو داك اللي خدام وداو ليه بصح اللي خدام بواحد الثمن وما بغاوش يزيدوا ولو ان داك الانسان كيضرب ثمنه كيف يقصب عبد الكريم وفهمتي منهم رجال الله يعمرها دار ومنهم العيالات الله يعمرها دار نايضين يخدموا على راسهم هادو واش ما كدابا ولا واحد ما عنده ما يدير اللي في كل جيل شوف هنا عندك غير التمثيل كنت تعرف المواقع تمثل فهمتيني الا كنت تعرف السعايه بالتمثيل كتسعى خوتي ما عنديش باش نشري هادي والله العظيم وانا مريض والله هادشي اللي ولا دابا ولات السعايه اللي بغى يطلع شي قناه ولا وتعاونوا مع هاد البنت هادي وتعاونوا مع هاد الولد هذا وتعاونوا مع هاد الولد هذا واش ما عندوش الكساف عنده الكساف ينوض يخدم على راسو طبيعي الحال يبقى يتسنى القناه تطلع ليه راه ما يمكنش راه واخا خالد هذا شنو المحتوى غدير المحتوى انك تصبوا في الاعراض ديال عباد الله هادشي باش تطلع فهمتيني راه كاينين الناس كيصاوبوا عندهم محتوى زوين كاين اللي كتعرف طيب كاين اللي كتعرف تعجن كاين اللي كتعرف دير بزاف ديال الحوايج يعني راه ما شفت بزاف ديال الحالات فهمتيني كاين اللي كيعرفوا وكاين شي غاديين عازيدين ما فهمتوش غا داخلين وباغيين يشدوا هذاك 700 درهم في الشهر ولا 1000 درهم كيقول لك اللهم 1000 درهم ولا نبقى انا غير جالس والله ما نوض تخدم على راسك ما نوض تخدم على راسك غتصور اللي بغيتي لانك داك الصراحه ما يتخدم هذا هو الواقع الله يهديهم الله يهديهم وما يتخلقوش علينا لان هذا هو الضري يعني حتى الانسان خصو نوض يخدم على الهرله ولا داكشي ديال الروتين اليومي كما كنشوف الروتين اليومي بحال مؤخرا هذيك السيده هي وراجلها ما عرفتها واش داروا داكشي يعني دابا المشكل دابا شوف هذوك الجو دابا هي شي اش كتقول فرنسا هي كتقول فرنسا انا هي عندها الحق انا ما كندير حتى شي حاجه انا كندير باش ندبر على فهمتيني راجلها ما عندوش الكساب على هذا الحساب بحالو كان راجل راه ما عندوش الكساب باش ينوض يخدم خصو ينوض يوقف حدا لا سيد كان حساس وانت اخويا انت حساس بقى حساس وقابل مرتك احكمها دابا حكمت مرتك بغيتي مرتك انت الضربه صافي غضربها غتمشي لعبس راه هذا الوقت ديال المراه ما عنده ما غاديش يدير هذا هو الوقت ديال المراه اذا عطاها الحق ديالها صافي دابا هي ملي تمشي ديها غادي يشدوه ولكن مشى يدعيها هو ما عنده ما يديرو لان هي اصلا ما دارت ليه والو هي خدامه في روتين اليوم شنو غادي دير هي ما عندها ما غادي دير اذا هو خاصو دابا هي كل عصا ولا ضربها زعما انت تصور دابا انت ضربتي مرا باش تبين راسك راجل قدام المغاربه كاملين هو انت منك راجل من النهار الاول ما تخرجش معاها صافي ملي خرجتي معاه كمل راه ما عندك ما غادير هذيك حتى هي راه ماشي غادي نقول ان فساد ماشي هذا السيده كتخرج الناس عاجبهم داك الشيء راه عندها هي جمهور ديالها حتى عندها داك الشيء اللي كدير المهم بخير وعلى خير راه هما ناشطين هي ويا باش تجي كيفاش تجي بغات تلبس ما تلبسش كاع شغل هذاك المهم هو خصو يتقبل هذا الوضع هذا بلا ما يزيد يطلع ليه قدام ويزيد يبقى يضرب المراه لان نحشي هما المراه ماشي ديال العصا هذا هو الواقع بغيت نسولك على بغيت نسولك على يعني واحد الممثله مؤخرا خرج بواحد التصريح اللي هي تقول عائشه مهما قالت بان ما عندهاش الدار يعني بغينا نعرفوا
عائشة مهما عائشة مهما يشوف ممثلة قادرة، ممثلة خطيرة، ممثلة في الوقت ديالها كان العالم يعني كان كتوصل رسائل زوينين. السيدة مسكينة كتعاني، قالت لك أنا الطوبة وكورونا، يعني الطوبة شكون هي؟ عائشة عندها الدار ما عندهاش الدار، هي خرجت بواحد عندها هي. إذا هي عندها الدار، إيوا هي عندها الدار. إذا شوف راه شوف راه ما كاينش شي نار ما تدخل، هي وخطنو هي عندها الدار، راه ما عندها ما تاكل، راه بصح لأنك عندها ما تاكل راه ما يمكنش. هي قالت لهم زعما أنا أختكم ممثلة تعاونوا معايا، فهمتيني؟ إلا باش الفلوس باش يعطيو باش يشري الدار راه مزيانة، داك الفلوس حتى هي راه ما كان راه ما خدامة ما ردامة. ما شنو عندها؟ عندها شي تقاعد؟ عندها شي حاجة؟ ما عندها حتى شي حاجة، راه ماشي غير الفنانة تقريبا كاملين. كاع الفنانة ما عندهم لا تقاعد، شي وحدين اللي دار التقاعد كدير معاهم جوال، فهمتيني؟ ما راك مع الدعم هنا كدير معاهم داكشي ديال الله. دابا راكم بعد الحمد لله ان وزارة الثقافة ما نسيش الفنانة، النص فيهم راه ما ناسيهمش، راه خدامين راه كدبر عليهم، راه ما الدعم ما هنا راه الله يعمر لها الدار. هذا هو الواقع، وكوكو ما حامديش الله. بالنسبة شنو تقول لها انت الرسالة؟ الا كان هي عندها الدار وكانت بالعانية كتقول ما عندهاش الدار، باش يتعاطفوا معاها شي انا بغيت نقول رسالة؟ غير حاجه وحده، شوف السيده تدخل في عنيشه، فهمتيني؟ هي ممثله، ممثله كبيره والله عمرها دار وبخير وعلى خير، في هي يعني انا ما فراسيش عندها الدار، ولكن مني هي عندها الدار. انا غادي نقول لك اختي عائشه، هو غير بشي حاجه فهمتيني، مني تبكي ما تبغي تبكي على المثل، تبغي تبكي على بوك تبكي عليه مقود بلا ما تبكي، قول لي شنو بغيتي؟ جي عند الجمهور خوتي السلام عليكم انا ممثله، هكا راه ما عندي ما ناكل، ما مع كورونا دابا ما تهضر معاهم نيشان، تعطيهم الصراحه، غير تقول لهم الصراحه والله ما يخليوها بلاش بالله. هذا هو الواقع. مسكينه دابا هي كتعرف تمثل، عارف التمثيل، اما التمثيل باش تعرف تمثل على المغاربه ما كتعرفش. هذا هو الواقع، لان بزاف ديال الممثلين في اليوتيوب دخلت انا غير مؤخرا بقيت كنتفرج ممثلين يا خويا، عرفتي اش كيديروا السعايه؟ ويلاتي واحد الوجه عندهم ودي يبكي ليك، وانت والله تتبكي حداه، اقسم بالله تتبكي معاه، وتبقى تقول مسكين المغاربه حنا راك عارف مسكين، وبوزو بقى فيك. لا لا شوف شحال صيفطوا ليه، عنده الفلوس صيفطوا ليه المغاربه حنا، وصافي صيفطوا لهذوك اللي صيفطوا لهذوك اللي في الخيريه، صيفطوا لهذوك اللي كيباتوا في الزناقي، صيفطوا للناس اللي خصها بصح صيفط ليه. بحال داك الكحل البتانات اللي كيقولوا انا ولد عدي المين، ما حتى هو صيفطوا ليه، راه ما نبقاش نجيب السميد دوك اللي صيفطوا ليه غنحمقوا. كي صيفطوا لي يا صاحبي فلوس دابا ملي غادي اقسم بالله صاحبي، وعندي السميد ديال لقينا في فرنسا، لقيتي في الامارات، وعندي غير هنا في المغرب مصيبه كحله، وهاد السعايه كامله علاش؟ لا زعما دخينا اللي غنتا دير واحد بواحد، هو ما عمره ما خدم، كيقول ما تخدم في الطابور في الزبل، وانا ما عمره ما خدم في الحياه ديالو، ومالاش هذاك على ماله؟ هذاك ماله اللي يجي يصيفطوا لي هذاك، علاش غادي يصيفطوا لي الناس؟ هذا هو هذا هنا، شوف هنا شي بعض الله هو باقي صغير يمكن، وانا خصو نوض، راه قلت لهم خصو نوض يعمل لك كتاب وصاحبي السيد 22 سنه وكتاب وقد الجمل وتهضر معاه، بقى هو كذا كيخرج عيني حتى في اليوتيوب ويبقى يهضر ويدير بحال هكا، وشتي انا وبنادم صافي، هو لا انسان ولا بنادم، هذا هو الواقع. منين انت وليتي بنادم ومخرج عينك، خرج عينك، خرج ذراعك، خرج كتافك، فهمتيني؟ هذا هو الواقع. نوض عرف شكون هو باك، نعرف راجل، وريني شكون هو باك باش نعرف راجل، لان انت طمعتي بعد كتحبك غادي راه يعطيك الفلوس، طمع فهمتيني؟ الطمع كيبان لي فهمتيني؟ دابا ما دخلني مع المغاربه ما بقى ما انا دابا غير ولا عادل ما مزياش ولا عادل، وكيسحب لي زعما راه انا غادي ننسى، اقسم بالله ما ننسى، شي ننسى العالم كامل وانا ما ننساش. هذا هو الواقع. هذاك السيد راه واخا نشوف طال الزمن او قصور فهمتيني، خصني نعرف شكون هو باك، بغاه وما بغاهش. المصيبه كيما قلت قبيله، كلشي دخل الحبس، كلشي دخل الحبس، وهو باقي ما لقاش بواه، راه مصيبه كحله صاحبي، راه بزاف. شي كلمه اخيره اخي عادل، الناس اللي كاين ها، الناس اللي كيشاهدوك دابا في هاد المشاهدين ديالنا، المشاهدين راه توحشوا وخصهم يعرفوا هاد القضيه، سمحوا لي على لا لا على اللايف غير فهمتيني، ما شويه ديال العمل على الجديد فهمتيني، الجديد. انا الحمد لله راه وجدت الى لهاد الساعه راني موجد واحد 23 اغنيه، انا سينجل معزه واجده، هذه واجده ماشي زعما عاد كتبريبارا. اغنيه واحده اللي باقا ما وجداتش هي اغنيه ديال عديل بلودي تراكس والشيخه مايا، او الراقصه مايا، الشيخه تراكس والراقصه مايا،
ان شاء الله. باقي ما هضرتش مع مايا، انا كنقول لكم اقسم بالله باقي ما هضرت معها، طرك ساليه والله باقي ما هضرت معها. طبعا انا عاد غنهضر معهم وان شاء الله الرحمن الرحيم يوفقونا ونفس. المهم انا كنقولها قدامكم الا بغاو يجيو يخدموا معنا مرحبا. المهم انا طرك صراك عارف هذيك اختي انا كنموت عليها، واختي مايا زي ما كرهناش تكون معنا في ال... في ال... في البلاطه في ال... في الدواء الواقع، وغتكون ان شاء الله الرحمن الرحيم. ويعني ننتظروا الجديد ديال خوكم عادل الميلودي، جديد عادل الميلودي اللي كاينه 23 سينجل اللي منهم لوطار الجيتار ولوطار بالاغلب كاينه واحد سعود ديال الاغاني ديال لوطار اللي منهم كاينه الديسك ديال هذا توا الخروج ديال لوطار الجديد ديال واحد الليله بارده الطاجين اللي طيب على العواد. انا البرد والريح والشتا ومدور بيا المخاد وين داك الديسك هو كاين عاوتاني تخليها بعزها. كاين الديسك ديال كيما قلت لكم ديال ولد الفقير، هادو غير ديال لوطار يعني كاين عدد كبير ان شاء الله الرحمن الرحيم. والجديد عادي الميلودي غادي يكون واحد تلو الاخر. انا كيما كنقول لكم خوتي المغاربه بغيت الناس اللي الدواقه، كنهضر انا على الدواقه عندهم الجديد، اما الناس السواقه راه عندهم حتى هما الجديد. الناس اللي باغي نعي البلبله راه كاينه البلبله، وكاين الاغاني اللي كدير كيدخلوا للقلب. هذا هو الخو. انا الحمد لله ان الناس اللي ديال لوطار هذه الجديد ان شاء الله لوطار غادي يعجبكم. ولوطار كيما طلبتو نتوما لوطار القديم يعني السيل القديم، هذه غنرجع بالسيل القديم والسيل الجديد ديال دابا. وتسناو الديسك الخطير كاع هو الرحى دور كلشي ديال الله. الموت عليكم وتحيه للعائله ديال الميلودي. مو عليكم حتى الصباح.